السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفال معرة نعمان يعانون من نقص الدواء والتدفئة ونقص الكهرباء ونقص حاد في المعيشة. كيفك يا خالد؟ شو من إيش عم بتعانوا يا خالد؟ عشرات دواء شو كمان لازمكن؟ وكهرباء ليش شو هلا عم بصير معكم؟ اذا مثلا حدا اعطاكم مصاري ونزلت امك على السوق بدها تجيب دواء، شو بتلاقي ولا لا ما بتلاقي؟ لا ليش؟ ما فيني لا حول ولا قوة الا بالله. انظر يا عالم، نرجو من شرفاء العالم ان ينظروا الى اصحاب العاهات المستديمة. كيفك يا جواد؟ شو عم بصير معكم؟ فرجيهم ظهرك للعالم، فرجيهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر أيها الناس، انظروا يا عالم، يا خلق، يا شريفين، يا أصحاب النخوة. بشار يحرم أصحاب العاهات من كل ما يلزمهم، يحارب الحجر والبشر. شو يا خالد، بتوجه كلمة للعالم ولهيئة الإغاثة ولحكام نحصل الخليج؟ عشان نجيب هذا عشرات ودواء وأكل نداء لمين بتوجه؟ نداء لهيئة الإغاثة ولحكام الخليج الشرفاء؟ توجيه نداء استغاثي من الطفل خالد والطفل جواد إلى كل حر شريف أن ينظر إلى هذه الأطفال في ظل الأوضاع الصعبة على السوريين عامة وأصحاب العاهات خاصة. يا عالم، يا خلق، يا شريفين، يا كل من ينادي للحرية أن ينظر إلى أوضاع الصعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مين بقدم لكم دواء؟ مين بقدم لكم؟ ابوك بيشتغل؟ ابوك وين؟ ابوك وين؟ وابوك أبوي ميت ايه، ما تش اتصلوا ميت؟ شهرين لا حول ولا قوة الا بالله. بعين الله، بعين الله. الحمد لله على كل حال. الله يعطيك العافية يا خالد، إن شاء الله بنتمنى لك الشفاء العاجل، وإن شاء الله في شرفاء بالعالم راح يلبوا لهالنداء، ونحن بنوعدكم إن شاء الله خير. الله معكم، كل حر شريف راح يوقف معكم، أنا متأكد، وإن شاء الله خير. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله. الله يعافيك. يا جواد، شو بدك تقول له للعالم؟ بشار خاين، ما في عندنا كهرباء، قطع عنا إياها كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو كمان بدك تقول له؟ شو بدك تقول لبشار؟ حتى المافي كمان. مع العلم لا يستطيعون يأكلون أي شيء إلا الأكل السهل الهضم لصعوبة الهضم في الجهاز الهضمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. نوجه السادة المشاهدين هذا المقطع بأن الملابس أكثر من 12 ساعة تلزق باللحم، وعند نزع الجرابات أو الألبسة يقبع اللحم مع اللباس الملبوس. لا حول ولا قوة إلا بالله. الطفل جواد حالته مثل حالة خالد،
خالد عمره 16 عاما، وجواد عمره، ايش قد عمرك يا جواد؟ ماني قالت له امه 8 سنين. يلا ان شاء الله، بس لا العمر لكم ان شاء الله، والله بيعيشكم، وان شاء الله نحن نتأمل من الله عز وجل كل خير. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية ان شاء الله.